منذ بداية أزمة مصلى باب الرحمة والمحاكم الإسرائيلية تحاول التملص من اتخاذ قرار نهائي بخصوص المصلى الذي يقع داخل المسجد الأقصى. في النهاية أصدرت المحكمة قرارا بإغلاق المصلى لحين استكمال الإجراءات القانونية. الأوقاف الإسلامية لم تشارك في أي جلسة لأنها لا تعترف بقانونية المحاكم الإسرائيلية، مما يعتبره المحامون إجراء سليما. هذه الوجهة النظر والموقف له ما يؤيده ويسنده في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل في معاهدة وادي عربة، حيث أن كل المواضيع التي تم النص عليها في الاتفاقية يتم حله إذا حصل أي نزاع بخصوصه، يتم حله إما بالمفاوضات أو بالتوفيق أو بالتحكيم بحسب أحكام الاتفاقية. وزير الأمن الداخلي جلعاد إردان هدد أكثر من مرة بإغلاق المصلى بالقوة، ومهما كانت العواقب شريطة وجود قرار قضائي، الأمر الذي تحقق له الآن. إلا أن الشرطة أيضا لها اعتبارات تتعلق بخطورة المساس بالأماكن الدينية في القدس نتيجة التجارب السابقة، حيث اشتعلت القدس غضبا، وقد تلجأ الشرطة لعدة خيارات. قرار الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والمحاكم الإسرائيلية هي جزء من منظومة الاحتلال. هذا القرار لا يعني الأوقاف شيئا، ليس للاحتلال الإسرائيلي أي سلطة على المسجد الأقصى المبارك. باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، والأوقاف ومن خلفهم المسلمون جميعا لن يقبلوا بمثل هذا القرار. هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة، حيث وفر لشرطة الاحتلال ذريعة لاعتقال كل من يدخل المصلى، حيث كل الاعتقالات السابقة كانت تنتهي بالإفراج لأن القضاء ليس لديهم قرار بالإغلاق. ومن هنا فإن الاعتقالات بدل أن تستمر ليومين احترازيا، سيتخذ القضاء قرارات بالحبس لأسابيع وأشهر بحق الحراس والمواطنين على حد سواء، مما يرضي جمهور المستوطنين الذين جن جنونهم خلال الأسابيع الماضية لضياع حلم إقامة كنيس في مصلى باب الرحمة. الشارع الفلسطيني هو صاحب القرار الفصل في هذه المسألة، فلو اختار الخروج والتظاهر ضد الإجراءات الإسرائيلية فبلا شك من الصعب التكهن بخواتيم هذه المسألة، والتجارب السابقة لم تكن في مصلحة الجانب الإسرائيلي. أحمد البديري، قناة الغد، القدس المحتلة.